متشكل يعني. يعني لسه شاب يعني ما كانش 16 سنة، بس جاي اقول يعني شايف انا المنظر ده وشايف اللي حصل من كام يوم في سينا، جاي دلوقتي عشان يعني اوري الناس ردة الفعل اللي المفروض كل الناس تعملها. يعني انا جاي دلوقتي اكتر حاجة مستفزاني العالم ده لازم هيقع في يوم من الايام، وهنوصل لكده في يوم من الايام. بس شكلك متأثر، ايه يعني شكلك كنت هتعيط وبابا كان بيتكلم في اللقاء، ايه يعني شايف كده؟ نفسي الشعب كله يفوق يعني. عايز مش متضايق من القتل اللي حصل بالبلاد اكيد طبعا، كل يعني اخواتي يعني كان ممكن اكون مكانهم. يعني مستعد والله العظيم، مستعد اموت دلوقتي بس عشان كل دول يمشوا من هنا وهنحرر فلسطين في يوم برضو. شكرا. نور الدين مصطفى. ايوه نور، جاي النهارده ليه نور؟ عشان نوقع العلم، طرد نضرب عشان نضرب سفير مصر. تحيا مصر. اسمك مجدي. قول يا مجدي، اسمك ايه يا مجدي؟ مجدي. انت جاي النهارده عشان السفاره السعوديه؟ هتوقعها ان شاء الله؟ ان شاء الله. شكرا. شكرا ليك.